اللي ما حصل في 25 يناير ان الاخوان استخدوا من كل الناس اللي موجوده ذريعه نط على الحكم، والنص ده معروف في كل حته دلوقتي خلاص. 30 يناير دي هي ثوره الخلاص، 30 يوليو دي هي ثوره الخلاص، اخرجت مصر من الظلمات الى النور، لان مصر كانت هتوصل الى عهود الوسطى التاريخيه. الحمد لله ربنا اجلنا من العمليه دي خلاص. انما طبعا كان البلد محتاجه لعمليه تهذيب وتنظيف وبتاع. حماس بدون مناقشه، حماس والاخوان، حماس الذين هم فرع للاخوان، حماس هي فرع للاخوان، حماس اللي انشاها الاسرائيليين من زمان لحد ما وقع منظمه فتح.